بصباح يوم جديد بنبدأ مشوارنا برفقتكم مشاهدينا لبرنامج فلسطين هذا الصباح. بنطل عليكم لساعتين من الزمن أنا وزميلتي يارا. يسعد صباحك يارا. يسعد صباحك نورة وصباح الخير لكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم بتتابعونا. اليوم 13 من كانون الثاني، اليوم السبت، فقرات عديدة ومتنوعة رح تكون معنا على مدار ساعتين من الساعة 8 للساعة 10. ونورا نبلش فقراتنا اليوم. صحيح، أول فقرة يا يارا رح تكون فقرة أدبية ثقافية. رح نتحدث في صباحنا لها اليوم عن مسابقة الكاتب الشاب لعام 2017 يلي بتنظمها مؤسسة عبد المحسن قطان، وهالمسابقة يلي بتدور بحقول مختلفة أدبية من الشعر والقصة والرواية، ونتحدث عن هالجائزة من ضمن أولى فقرات صباحنا لها اليوم. صحيح نورة، وبعدين رح ننتقل مشاهدينا وإياكم إلى استديوهاتنا في غزة، ورح يحدثونا زملائنا عن انطلاق فعاليات مشروع نوارتك الثاني في غزة، وأيضا فقرات أخرى منها إدمان ألعاب الإلكترونية على قائمة أمراض الصحة العالمية. وهون إحنا عملنا نشهد يعني مرض ثاني دخل على الساحة. صحيح، هذا المرض اللي لازم يعني ينضواله ضوء الأحمر. صحيح، والتنبه يعني لكثرة التعرض سواء كان للتلفاز أو حتى الألعاب المتواجدة على السمارت فونز، وتأثر الأطفال فيها كونها هي يعني من آخر الدراسات أنها هي على قائمة الأمراض النفسية، ويجب التوجه أكيد بالنظر إليها. بنتابع صباحنا ونتحدث عن وسائل التواصل الاجتماعي، ونتحدث عن المحتوى، هذا المحتوى يلي بيأثر على وسائل التواصل الاجتماعي يلي بيلفت ويجذب أكثر عدد من المتابعين. وبعدين مشاهدينا في عنا فقرة صحية رح نتحدث فيها عن كيف ممكن احنا نتخلص مشاهدينا من اثار الحبوب والحفر الموجودة على الوجه والبشرة، وخاصة احنا يمكن في فترة المراهقة يمكن تطلع لنا هاي الحبوب، حبوب الشباب بالتحديد، نعرف اليوم كيف ممكن احنا نتخلص منها. وفي اخر فقراتنا لهذا الصباح رح ننتقل الى القدس، وبالتحديد مع زميلتنا كريستين رناوي اللي رح تكون متواجدة في باب العمود. نعم كريستين، رح تتحدث عن دور المرأة في الحراك المقدسي المندد بإعلان ترامب باعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال، ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس. طبعا يعني بما يتعلق بهذا الموضوع، بالأمس كانت هي الجمعة الغضب السادسة المنددة والغاضبة باتجاه هذا الإعلان المشؤوم. صحيح، يعني عديد من الفقرات مشاهدين بتنتظرنا وبتنتظركم، ولكن بعد الفاصل خليكم معنا. في القدس، أعني داخل السور القديم، أسير من زمن إلى زمن بلا ذكرى تصوبني. يا قدس يا مدينة الصلاة أصلي. فليقولوا ما يقولون، ما لم تكن القدس مذكورة بالقلم العريض الواضح أنها عاصمة دولة فلسطين فلن يكون معهم سلام. أهلا فيكم من جديد مشاهدينا، كالمعتاد منكون بجولة بصحافتنا المحلية، الحياة الجديدة القدس والأيام الصادرة لهذا اليوم، وأبرز ما عنونت فيها من أخبار تهم أكيد شارعنا ومجتمعنا الفلسطيني. بداية أبدأها من الحياة الجديدة، عشرات الجرحى بالضفة والقطاع، وطلب أممي بالتحقيق في استخدام الاحتلال للقوة المميتة. جماهير شعبنا في نابلس وغزة تشيع جثماني الشهيدين، وأيضا الثوري يحذر من تداعيات اعتقال فرج وكادري فتح، ويظهر في الصورة الأولى لتشييع جثمان الشهيد علي في عراق بورين، والمئات أيضا يتحدون أو في دوريات الاحتلال شرق غزة، وصورة تظهر الشبان في قطاع غزة وهم يحملون الأعلام الفلسطينية.
جددت التأكيد على أن إعلان أمريكا بشأن القدس المحتلة أنهى دورها كراع للمسيرة السياسية. مركزية فتح: شعبنا أكبر من كل المؤامرات وقادر على التصدي لكل محاولات النيل من حقوقه. العديد من العناوين الجانبية أيضا المرفقة مع هذا الخبر بالذات، طبعا هو خلال اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح، التأكيد على ضرورة تشكيل آلية دولية لحل القضية الفلسطينية تكون برعاية الأمم المتحدة، وتثمين جهود ومواقف الرئيس في التصدي لكل محاولات المساس بالقضية الفلسطينية وعلى رأسها القدس الشريف، التشديد على أهمية الاعتراف الدولي بدولة فلسطين كأساس للحفاظ على مبدأ حل الدولتين، وتصدي شعبنا للاحتلال بصدوره العارية وتمسكه بالمقاومة الشعبية السلمية أثبت للعالم أجمع أنه أكبر من كل المؤامرات. كان هذا أبرز ما جاء خلال اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح الذي كان مساء أمس بمقر الرئاسة في مدينة رام الله برئاسة السيد الرئيس محمود عباس، والتي بحثت هذه اللجنة الأوضاع السياسية وآخر المستجدات عقب الإعلان الأمريكي بشأن القدس، وجددت التأكيد على أن الإعلان الأمريكي المجحف بحق مدينة القدس المحتلة أنهى الدور الأمريكي كراع للمسيرة السياسية. حماس تعتذر عن المشاركة في اجتماع المجلس المركزي، وأبرز ما جاء أيضا على صحيفة الحياة الجديدة الصادرة لهذا اليوم: يعقد بحضور السيد الرئيس عباس في 17 و18 من الشهر الجاري شمان مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس سيعيد القضية الفلسطينية إلى الصدارة. طبعا شدد وكيل الأزهر الشريف عباس شمان على أن مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس الذي تنطلق فعالياته يومي 17 و18 من كانون الثاني الجاري يشكل نقلة على صعيد دعم ومساندة فلسطين والقدس، خاصة بما يتعلق بترسيخ الوعي بالقضية وإعادتها إلى صدارة الأولويات. نتابع أيضا وما جاء على صفحتها الأولى: قاتل الشهيد الفتى محمود بدران لن يحاكم. ترفق طبعا الصحيفة بجانب هذا الخبر علامتين استفهام: قلق أوروبي إزاء اعتقال واستهداف إسرائيل لقاصرين فلسطينيين، بريطانيا وإسبانيا المستوطنات تقود الإمكانية لحل الدولتين. بما جاء في أسفل صحيفة الحياة الجديدة: الأفارقة غاضبون، ترامب يصف دولا إفريقية بالحثالة وطالب باتفاق مع أوروبا لمعالجة الثغرات كما وصفها في الاتفاق النووي الإيراني، وألغى الزيارة إلى لندن كانت ستثير احتجاجات. أخيرا مدرسة استيطانية للتشبيك بين اليسار واليمين الإسرائيلي لتحقيق الرؤية الصهيونية. من أعلى رأس صفحة الحياة الجديدة: فلسطين تنضم للميثاق الدولي للحماية المادية للمواد النووية. وأخيرا حول الحالة الجوية لهذا اليوم وغدا، حيث أتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن الجو اليوم يكون غائما وغائم جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها بست درجات مئوية، بينما غدا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وأيضا توقعات بسقوط الأمطار وزخات متفرقة من الأمطار يوم الأحد والاثنين. نعم نورة، وبهذا مشاهدينا ننتقل إلى صحيفة القدس وأبرز ما جاء فيها من عناوين: جماهير غفيرة تشيع شهيدي البريج وعراق بورين، والمستوطنون يواصلون عربدتهم، ومئتا جريح في جمعة الغضب السادسة، والاحتلال يجرف أراضي قرب حفاد كالعادة. أيضا طرق استيطانية جديدة في الضفة، وفي سياق متصل الاحتلال يتخوف من انفجار الوضع في الضفة. ونتابع من صفحة القدس على صفحتها الأولى: تظاهرات في عمان والزرقاء دعما للقدس ضد قرار ترامب، حيث تظاهر آلاف الأردنيين للجمعة الرابعة على التوالي في عمان والزرقاء في مسيرات دعما للقدس وللتنديد بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل السفارة إليها. وطالبت المسيرات بتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية وإتباع خيار المقاومة للرد على الاحتلال وإلغاء المعاهدات والاتفاقات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي من قبل الأردن والسلطة الفلسطينية.
أيضا في اجتماع برئاسة السيد الرئيس محمود عباس، مركزية فتح تجدد التأكيد على أن قرار أمريكا بحق القدس أنهى دورها كراع للمسيرة السياسية. وفي خبر آخر، الاعتقال الإداري بحق الأطفال أمر مثير للقلق، والاتحاد الأوروبي إسرائيل بصفتها قوة احتلال مكلفة ومسؤولة عن حياة الأطفال ومعاملتهم وفق القانون الدولي. حيث ندد ممثل الاتحاد الأوروبي وبعثات دول الاتحاد في القدس ورام الله في بيان مشترك أمس باعتقال واستهداف إسرائيل لقاصرين فلسطينيين ضمن موجة الاحتجاجات المتواصلة للأسبوع السادس، رفضا للإعلان الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي. وعبرت بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله عن قلقها العميق إزاء الاعتقالات الأخيرة التي طالت عشرات الأطفال وتعرضهم للقتل والاعتقال وتعريضهم للمعاملة غير الإنسانية. وواشنطن وعدد من الدول تنتقد قرار بناء أكثر من 1200 وحدة استيطانية جديدة بالضفة. فأدانت الولايات المتحدة الأمريكية وكل من بريطانيا وإسبانيا والأردن هذا القرار الإسرائيلي الصادر عن وزير الجيش أفيغدور ليبرمان الثلاثاء الماضي. وواشنطن تايمز، القضية الفلسطينية تتلاشى. هذا الخبر يمكنكم متابعته مشاهدينا على صحيفة القدس. وأيضا خبر آخر، ترامب يعين مسؤولا جديدا لشؤون الشرق الأوسط وسط غموض مصير خطته للسلام. ومن على رأس الصفحة نتابع خطيب المسجد الأقصى، النصر مع الصبر ومصير الاحتلال إلى زوال. وسط انتشار شرطي إسرائيلي مكثف على أبواب المسجد الأقصى وأبواب مدينة القدس العتيقة، صلى نحو 50,000 فلسطيني صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك من القدس وداخل الخط الأخضر. وفي آخر خبر على صحيفة القدس ومن على رأس صفحتها أيضا، حماس تعتذر عن المشاركة في اجتماع المجلس المركزي. فأعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أمس اعتذار حركته عن حضور اجتماع المجلس المركزي يومي الأحد والاثنين المقبلين. جاء ذلك في رسالة خطية بعثها هنية إلى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون. جدير بالذكر أن الرئيس محمود عباس كلف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد خلال زيارته الأخيرة إلى قطاع غزة بتوجيه الدعوة إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي واختيار شكل المشاركة في المجلس المركزي لكلا الحركتين، إلا أنهما اعتذرتا عن المشاركة. هذه كانت أبرز الأخبار مشاهدينا التي جاءت على صحيفة القدس، وننتقل إلى الأيام. نعم طبعا أكيد صحيفة الأيام تشابهت عناوينها مع عناوين صحيفة القدس والحياة الجديدة لهذا الصباح. أتوقف مع الصور على أولى الأيام. الصورة الأولى هي لفتى مواطنة تحمل الحجارة خلال المواجهات مع قوات الاحتلال عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة بالأمس. طبعا بالأمس هي كانت جمعة الغضب السادسة من بعد إعلان ترامب المشؤوم، وشبان يتجمعون عند حدود قطاع غزة لمواجهة مع قوات الاحتلال أيضا بالأمس. هذه الصورة أيضا التي كانت حاضرة على أولى الحياة الجديدة. نتابع أيضا الصورة الثالثة، هي من القدس وعشرات المصلين خلال وقفة احتجاجية في ساحات المسجد الأقصى، على هذا طبعا وقفة احتجاجية على الإعلان الأمريكي. نتابع أيضا إدانات لقرار إسرائيل وبناء وحدات استيطانية جديدة، والخارجية الأمريكية عائق أمام عملية السلام. تظاهرة في عمان تؤكد القدس عاصمة لفلسطين. ومما جاء أيضا على الصفحة الأولى، محللون التصعيد مع حماس مع التصعيد مع إسرائيل يختبر قدرة حماس على منع انفجار الوضع في غزة، والجانبان حريصان على تجنب نشوب حرب. قيادي كردي كبير يقول لا نتوقع حلولا دبلوماسية، والحرب في سوريا ستستمر حتى العام 2021. نتنياهو لم نقترح ضم الضفة مقابل أراض في سيناء للفلسطينيين، هذا ما نفاه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وأخيرا مستعربون يعتقلون 3 مواطنين خلال مواجهات في أبو ديس شرق القدس بالأمس. مواجهات عنيفة كانت قد نشبت بالأمس بين قوات
الاحتلال وعشرات الشبان الرافضين لإعلان ترامب والذي أعلن فيه أن القدس عاصمة لدولة الاحتلال. كان هذا أبرز ما جاء في صحيفة الأيام لهذا الصباح، وبهذا يعني ننهي جولتنا في القراءة لصحافتنا المحلية لهذا الصباح. صحيح مشاهدينا، ونتابع معكم ولكن بعد فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا وسهلا فيكم من جديد مشاهدينا بأولى محطتنا الصباحية. رح نتحدث اليوم عن مسابقة الكاتب الشاب لعام 2017 في الحقول المختلفة، وهي الشعر، القصة والرواية. هذه المسابقة يلي بتنظمها مؤسسة عبد المحسن القطان، ورح يتم الإعلان عن أسماء الفائزين في هالحقول جميعها، واللي رح يحمل عنوان أو يحمل لقب الكاتب الشاب لعام 2017 في بداية الأسبوع القادم يوم الاثنين. وإحنا رح نحكي بتفاصيل المسابقة، معلومات أكثر عن النصوص الأدبية المشاركة وعن المشاركة إجمالا في الحقول الثلاثة، مع ضيفنا في الاستوديو مدير برنامج الثقافة والفنون في مؤسسة عبد المحسن قطان محمود أبو هشاش. أهلا وسهلا فيك. صباحنا صباح الخير. يسعد صباحك أستاذ محمود. يعني في البداية خلنا نحكي عن المسابقة أكثر، وهي بتختص بعدة حقول، حكينا القصة والشعر والرواية، وهي بلشت من عام 2000 وتقريبا تنظم كل سنتين، تحدث عنها أكثر. مسابقة الكاتب الشاب هي بتأتي في إطار برنامج الثقافة والفنون مؤسسة عبد المحسن القطان. البرنامج أساسا هو انطلق
تحفيز ودعم وتشجيع المبدعين الفلسطينيين الشباب في مجالات مختلفة، مجال الفنون البصرية، مجال الفنون الأدائية والأدب والسينما. فمجال الأدب يعني أبرز تدخلات البرنامج هي تنظيم هاي المسابقة. هاي المسابقة هي يعني تستهدف الكتاب الفلسطيني الشباب بين عمر 22 سنة و 35 سنة اللي هم فلسطينيين، شريطة يعني بغض النظر وين هم موجودين بأي مكان بفلسطين التاريخية أو بالمهجر أيضا، شريطة أن يكون نص باللغة العربية وغير منشور، وأن يكون كامل فنيا، معنى عمل روائي كامل أو مجموعة شعرية أو مجموعة قصصية. طبعا هاي هاي المسابقة يعني اكتسبت أهمية خاصة، وتعد أهم من أهم المسابقات الأدبية اللي بتساعد في الشباب مش فقط في فلسطين، أعتقد في المنطقة العربية كلها. اكتسبت أهميتها من شفافيتها، الطريقة التي تنظم فيها، من أعضاء لجان التحكيم الذين تعاقبوا على لجانها، يعني هم من صفوة الكتاب في العالم العربي الذين يعني كانوا أعضاء لجان التحكيم. طيب هلا المسابقة هي أعلنتوا في العام الفات، هي عام 2017، عن استقبال النصوص الأدبية صحيح. المشاركة ضمن الشروط طبعا يلي بتوضعوها، وكان آخر موعد لتسليم 30/5 على أنه يعني تعرض على لجنة تحكيم. نتحدث عن نسبة المشاركة اللي هي كانت بالمسابقة الأخيرة، نسبة المشاركة فيها ونوعية النصوص يلي تعاملتوا معها. مجموع المشاركات في الحقول الثلاث وصل حوالي 50 مشاركة، بنحكي عن 50 مشاركة، كان منها 17 في حقل الرواية و 27 في حقل الشعر، وكان فقط 5 مشاركات في حقل القصة القصيرة. لكن يعني إذا أخذنا الرواية، 17 عمل روائي جديد لكتاب شباب، ونعرف أن الرواية هي جنس أدبي يحتاج خبرة ويعني وعمر أكثر من ذلك، فنعلم أن لدينا مشهد روائي حيوي وواعد، أيضا المشهد الشعري كذلك مشهد مهم، وكمان القصة على تدني عدد المشاركات فيها، لأن القصة الأدبية جنس أدبي صعب وليس سهل أنه يعني يتم الانخراط فيه، لأنه يعني له ضوابط أكثر من الشعر، هو أكثر يعني يحتاج أكثر تعقيد من الرواية والشعر، إلا أنه يعني اللجنة رأت أنه مستوى الأعمال المشاركة على قلتها يعني يعد يعني ممتازة وتعد بمشهد مهم. جميل. طيب سيد محمود، زي ما ذكرت عم نتحدث عن لجنة التحكيم وهم نخبة من الأدباء والخبراء يعني في الأدب، نتحدث عن تكوين هاي اللجنة، كيف تواصلكم معها، كيف التعاون القائم، كيف مثلا ممكن هم يقيموا على أي أساس بتم تقييم المشاركين أيضا؟ يعني بحب أشير أنه من بداية انطلاق الجائزة رسخت مكانتها عبر تعاملها مع لجان تحكيم مهمة، فيعني تعاملت مع دائما هناك في اختيار اللجنة نراعي التنوع، أن لا يكون ثقل لأعضاء اللجنة من فلسطين، نختار من فلسطين عضو أو عضوين، باقي الأعضاء من دول عربية مختلفة. فتعاملنا مع كتاب من مصر، من العراق، من سوريا، من المغرب، من الأردن إلى آخره. تعاملنا مع كتاب يعني بأسماء مثل جمال غطاني، إدوار خرات، إلياس خوري إلى آخره، يعني أسماء من هذا المستوى، نجوى بركات، هدى بركات، كل هؤلاء الأسماء الكبرى كانت في لجان. من التقاليد العمل لجنة لا نكرر اللجنة مرة أخرى، نتعامل مرة واحدة مع الأعضاء بالعادة. تصل الأعمال الأدبية إلى أعضاء اللجنة دون معرفة أسماء كتابها، فقط عناوين. وفي أغلب الأحيان أعضاء اللجان لا يعرفون، كل عضو لجنة يعرف بقية اللجنة، ويقوم كل عضو يعني نوصل له الأعمال سواء بالبريد أو بالبريد الإلكتروني حسب رغبته، ويقوم بتقييمها بشكل فردي.
نرسل له المعايير، يعني قيم عمل المؤسسة ومعايير عمل البرنامج، عمل برنامج ثقافة الفنون اللي تقوم على يعني الامتياز والجدية وعدم التمييز لأي سبب ما، لا أساس جنسي ولا عرقي ولا ديني إلى آخره. ونترك لهم يعني حسب ذائقتهم الأدبية ومعاييرهم الفردية لعمل التقييم، ثم نجمع هذه التقارير المنفردة ونضعها في تقرير واحد نرسله لكافة الأعضاء ونعرفهم على بقية الأعضاء على بعضهم البعض، ثم يعني نباشر في عملية تداول يتم الاتفاق فيها على النتائج وصيغة البيان النهائي الذي يعني يوافق. بمعنى هل اللجنة يعني تجتمع من بعد ما تقرأ الخمسين تجتمع أدبية افتراضيا؟ تجتمع عملية افتراضيا وعملية تقييم يعني جماعي للنصوص الأدبية بالضبط، هو يقيم فرديا. هناك يعني توضع كل التقارير في تقرير واحد فندرك وين في إجماع على الأعمال الأدبي الأهم، فيعني نصل للنتائج ودائما يعني نوع النتائج في بيان يحظى بإقرار كافة أعضاء اللجنة. يعني هيك بعد ما تقدموا المشاركين شفتهم لجنة التحكيم قيمتهم، هون بننتقل للجوائز اللي بتقدموها للفائزين ونحكي عن قيمتها وكم عدد وعدد الفائزين يمكن اللي بتخليهم أو بتعطوهم فرصة بالفوز ونشر عملهم الأدبي كمان. طبعا هناك جائزة يعني هي جائزة الكاتب الشاب، نمنح بالعادة جائزة واحدة لأفضل عمل، لكن هذا الجائزة المادية هي بالغالب تكون الجائزة الأولى وقيمتها 4,000 دولار، لكن أحيانا يتم حجب الجائزة الأولى وتقسيم هذه الجائزة على جوائز تشجيعية أخرى. هناك نشر للعمل الفائز، هناك نشر للأعمال التي تشيد بها اللجنة، فيعني بحب أبشر أنه هاي السنة صحيح في فائزين وأيضا في أعمال ستنشر، سيصل عدد الأعمال التي سننشرها أكثر من 8 أعمال. يعني نرفض بها المشهد الأدبي بفلسطين. يعني كان في أعمال مميزة كثير، فيك أعمال مميزة يعني بالشعر كان في أعمال فائز، وأوسط اللجنة بنشر 4 أعمال أخرى، فيعني هناك 5 دواوين سيتم نشرها من خلال المسابقة. في الرواية أيضا أوسط اللجنة بنشر 4 أعمال، في القصة القصيرة 2 إلى آخره، فيعني بنحكي عن 10 كتب أكشوني. ممتاز. نتحدث عن نصوص أدبية تنضم لساحتنا المليئة أكيد بكل ما هو مميز. لو نقارن هذه المسابقة، نقارن هذا الجيل بما كتبوا فيها النصوص الخمسين مقارنة مع النصوص اللي كانت قبل 2 المسابقة اللي قبل وما قبلها، كيف يختلف نظرة الجيل للنص الأدبي مع السنوات؟ يعني هو الجيل الكتاب الشباب يعني بالعقدين الأخيرين نستطيع أن نقول انغمس في عوالم كتابية جديدة، يعني تختلف عن أجيال المؤسسة أو يعني اللي شهدت يعني نمو وترسيخ ما كان يعرف بأدب المقاومة. هذه أجيال يعني منشغلة بربما بهموم صغيرة، يعني ليست بالضرورة هموم جماعية أو وطنية، لكنها هي عبر هم لا شك همومهم جمعية لكن يتناولونها أكثر عبر عوالمهم الصغيرة، عبر ذواتهم، عبر محيطهم. كثير هناك اللجنة لاحظت أن هناك تركيز على يعني على مواضيع مثل الشعور بالاغتراب الداخلي والذاتي، شعور طبعا الاحتلال هو أيضا ثيمة طاغية بالنسبة للكاتبات. هناك يعني برضو سطوة الاحتلال من جانب وسطوة العالم الذكوري، هذه عوالمهم، عوالم الكتاب الشباب، عوالم ما يحدث في العالم العربي من خيبات أمل يعني تدفع بعضهم إلى الانشغال بالفانتازيا والتخيل من أجل اقتراح حلول ربما لا تكون واقعية. يعني نشوف أعمال أدبية مختلفة ومنوعة خاصة هاي السنة. طبعا أعمال أدبية يعني شديدة التنوع من حيث هناك ما يسيطر عليها يعني عالم التخيل والخيال الخصب،
ومن حيث استغراقها في عوالم ضيقة لكن تحفر عميقا في يعني في يعني الذات الإنسانية. دخلنا بثنايا هالروايات وهالنصوص الأدبية هيك، أما ما بنقدر نحدد بالضبط عن مواضيع مختلفة تحدثتها أو فقط بثناياها والعوالم اللي تناولها كل شخص بحد ذاته. يعني بنحكي عن 50 كاتب أكيد تناولوا 50 هم 50 إنسان مختلف، 50 تجربة، 50 يعني ذائقة أدبية مختلفة، فيعني لا هناك يعني فيش مجال نحصر الأعمال. أنا أعطيت يعني نظرة حول انشغالات العامة للجيل الجديد، هم انشغالات. نعم، وهون نتحدث عن دور مؤسسة عبد المحسن القطان وهذا الدعم اللي بتقدمه للجيل الشاب في دعمهم في المجال الأدبي سواء كان في القصة في الشعر والرواية، وتركيزها على إقامة هاي المسابقة كل سنتين. طبعا يعني هاي المسابقة أمدت المشهد بعشرات الكتاب الشباب اللي هلا هم أصبحوا مكرسين في المشهد الأدبي المحلي والعربي وبعضهم في المشهد العالمي، حيث ترجمت أعمال بعضهم إلى عدة لغات، فرنسية وألمانية وإنجليزية إلى آخره. فهي من هذه المسابقة تستكشف دائما صحة المشهد الأدبي وحيويته من حيث يعني الإقبال كتاب على أعطاهم دافع بالتأكيد للاستمرارية. طبعا أولا أعطاهم دافع للكتابة، يعني هناك أصبح يكتب يعني ينجز عمله ليستطيع المشاركة في هذه المسابقة، لأن المسابقة تختصر مشوار على الكتاب لأنها فرصة لهم أن تضع أعمالهم أمام لجان تحكيم مهمة وأن تنشر ويعني وأن أيضا المؤسسة تقوم بدعمهم للوصول للجماهير وإطلاق وتنظيم حفلات كتب، حفلات إطلاق الكتاب لهم. فيعني هذا مستوى هي عنوان ايضا للجمهور الادبي ل يعني قراءه ما هو جديد على المشهد خلال الأدبي. عمليه كتابه النصوص هل بتكون في متابعه ادبيه مع المشاركين، يعني لحتى يضل دائما الكتابه تكون وفق المعايير المطلوبه أكيد. او وفق المعايير الصحيحه اجمالا في كتابه أكيد. النصوص احنا الأدبية. نتبع توصيات لجان التحكيم، هناك كتب يوصى بنشرها مباشره تكون جاهزة للنشر خلال عملية الكتابة. وهناك من المشاركات التوصى بنشرها بعد العمل على تطويرها وتحريرها وتدقيقها يعني وتخليصها من نقاط الضعف. فندخل مع هؤلاء الكتاب في عملية تطوير لنصوصهم، نرسل لهم ملاحظات لجان التحكيم، نحاول أن نوصلهم أحيانا مع كتاب أكثر خبرة لتطوير هاي المخطوطات من أجل جاهزيتها للنشر. فدائما هناك عملية للتطوير. نعم، طب بدنا نحكي عن فئة الأشخاص يمكن اللي تقدموا لهذه المسابقة ولكن للأسف ما حلفهم الحظ وما قدروا أنهم يحققوا هذا الفوز أو يوصلوا لنشر عملهم الأدبي. هل في ملاحظات ممكن تعطوهم إياها، توصيات معينة ممكن تقدموا لهم إياها ليتحسنوا ويتطوروا فيما بعد؟ أكيد أكيد، إحنا نطلب من كل عضو لجنة يعني نزودوا بنموذج تقرير يقوم فيه بالتعقيب على كل عمل أدبي إلا الأعمال الأدبية التي يعني ليست فيها أي مضامين للتعقيب عليها. لكن بالمجمل كل عمل أدبي جيد يحظى بتعقيب نقدي، هذا التعقيب نقوم بتزويده للكتاب حسب طلبهم، إذا هم طلبوا نقوم تزويدهم بملاحظات لجان التحكيم للعمل على الاستفادة منها وتطوير أعمالهم. إضافة لذلك نحن نقوم يعني بين الحين والآخر بتنظيم ورش عمل لتطوير قدرات الكتاب ولا سيما في الكتاب المسرحي، لأن هناك فقر في الكتاب المسرحية. نقوم بتنظيم ورشة عمل مع مؤسسات مهمة بهذا المجال مثل المسرح الريال كورت بلندن وغيره. نتمنى لكم أكيد التوفيق وننتظر إعلان هذه المسابقة ورح نتابعها أكيد إن شاء الله. المسابقة إعلانها بيوم الاثنين بعد غد يعني بمتحف محمود درويش الساعة 5 مساء. إن شاء الله كل التوفيق للمشاركين. شكرا كثير لك سيد محمود أبو هشهش مدير برنامج الثقافة والفنون في مؤسسة عبد المحسن القطان. شكرا لكم، يسعد صباحكم. شكرا لك، وإحنا بنتابع مشوارنا الصباحي ولكن ننتقل سدواتنا في غزة وزميلتنا ساندرا المصري بانتظارنا. صباح الخير ساندرا. صباح الخير ساندرا.
يسعد صباحك نورة، صباح الخير لإلك. يسعد صباحك يارا، صباح الخير لإلك، صباح الخير لكل مشاهدينا اللي انضموا إلنا بهذه الجولة الصباحية من استديوهاتنا في قطاع غزة. نحكي اليوم عن انطلاق فعاليات مشروع نوارتك في نسخته الثانية، والذي ينفذ من قبل مركز نوار التربوي التابع لجمعية الثقافة والفكر الحر بالتعاون مع مديريتي التربية والتعليم شرق وغرب خان يونس ومديرية رفح. نتعرف أكثر على تفاصيل هذا المشروع مع ضيفي بالاستوديو الأستاذ مجدي برهوم، رئيس قسم التقنيات المديرية رفح ومدرب مشارك أيضا بالمشروع. يسعد صباحك. صباح الخير لك وللسادة المتابعين ولقدسنا الحبيبة عاصمة فلسطين الأبدية بإذن الله. يسعد صباحك. طبعا إحنا في هذه النسخة الثانية من مشروع نوارتك، إحنا حابين نتعرف بالأول على المشروع بشكل عام بنسخته الأولى لنقدر نفهم يعني المشروع في نسخته الثانية وأهدافه أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية يعني مشروع نوارتك هذا مشروع انطلق في العام الماضي برعاية كاملة من مركز نوار التربوي التابع لجمعية الثقافة والفكر الحر، طبعا دعم متكامل بالشراكة كان فقط مع مديريتي شرق وغرب خان يونس، مديرية التربوي والتعليم شرق خان يونس وغرب خان يونس. فكرة المشروع في الانطلاقة الأولى كان يستهدف المشروع 50 طالب وطالبة من المديريتين، طبعا تم انتقاء الطلبة وفق شروط محددة، طلبة المرحلة الأساسية. انطلق المشروع مع بداية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الماضي، طبعا كان يشتمل على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى يعني كانت تدريب مكثف على حول تطبيقات جوجل التعليمية، ثم بعد ذلك مهارات التفكير الإبداعي، واختتم بتصنيف الطلبة حسب ميولهم، ميول حاسوبية أو إلكترونيات وتقنية. من هنا تم اللي هو تدريب الطلبة وفق مجموعتين، مجموعة في مجال الحاسوب برنامج فلاش مختص، ثم متخصص في مجال الإلكترونيات على دوائر التجميع والتركيب وغيرها. واختتم هذا المشروع في نهاية العام الدراسي الثاني بمعرض علمي يعني وسم بأيدينا سنصنع مستقبلنا، وكان لديه مجموعة من نتاجات الطلبة المتميزة في مجال التقني كمشروع في مجال الروبوتات كرجل الإطفاء الآلي، أيضا كان لدينا اللي هو في مجال الروبوتات المستكشف، كان لدينا الثلاجة الذكية، مشروع قياس المسافات في مجال الحاسوب، كان لدينا القصص الرقمية والمكتبة الرقمية، كان مشاريع متنوعة ومختلفة وأبدع الطلاب في ذلك المشروع. هذا فيما يتعلق بمشروع نوارتك النسخة الأولى. نعم، إذا نحكي عن النسخة الثانية وأهداف النسخة الثانية، سواء كان مشروع نوارتك بالنسخة الأولى أو النسخة الثانية، نحن نتحدث في البداية الهدف الأسمى لنا هو تبني هذه المواهب المتميزة والطاقات المخبوءة في مدارسنا، يعني طاقات متميزة في مجالي العلوم والتكنولوجيا. فكان الهدف الأول لدينا هو اكتشاف هذه المواهب والطاقات. أما الهدف الثاني وهو مترتب على الهدف الأول هو تبني واحتضان هذه الطاقات والمواهب المتميزة ثم تنمية المهارات لديها. نعم. هذا فيما يجعل، وهناك طبعا أهداف جانبية منها التشبيك وتعزيز الشراكة ما بيننا وبين مؤسسات المجتمع المحلي، يعني من هنا نقدر ونثمن جهد مركز نوار التربوي التابع لجمعية الثقافة والفكر الحر على تبنيه مثل هذه المشروعات التي يعني تعتبر إضافة نوعية في مجال احتضان طلباتنا ومواهبنا في المدارس. يعني هذا المشروع في النسخة الثانية تناول نفس الفئة العمرية من الطلاب، ركز أيضا على تطبيقات، خلينا نحكي تطبيقات أكثر من ريبورتات وأكثر من أي إلكترونيات أخرى. لماذا في النسخة الثانية ركز على موضوع التطبيقات؟ النسخة الأولى كان لدينا بعض المعوقات، طبعا كان لدينا كما يقولون من لم يخطط لنفسه سيكون أداة ضمن خطط الآخرين، فكان لدينا اجتماع تقييمي لنخطط لنوارتك 2 كما خططنا لنوارتك 1 من خلال اللي هو خلية اشتملت على بعض المشرفين الإخوة الكرام الذين نقدر جهدهم معهم ورؤساء أقسام التقنيات المديريات الأخرى الذين نجل أيضا ونقدر ما قدموا، ومركز نوار بمنسق المشروع طبعا مدير المركز الأستاذ نجوى الفرة ومنسق المشروع الأستاذ ماهر أبو شاب، جلسنا لنقيم المرحلة السابقة من المشروع.
فوجدنا من أهم المعوقات والمعيقات التي يعني حالت دون يعني أن يكون المشروع وفق المأمول أو المنظور. يعني هو قدم شيء جميل، لكن من المعوقات التي كانت لدينا، المعوق المهم هو ندرة اللي هو القطع أو المستشعرات أو المجسات التي يمكن من خلالها تصميم بعض الأجهزة الإلكترونية. نعم. هذا كان عائق كبير جدا بفعل الحصار المطبق على قطاع غزة، فمنعت هذه القطع من الدخول إلينا، فكان لابد من التفكير أيضا بمنحى آخر. المنحة الآن في ظل هذه الثورة التقنية الهائلة ويعني اتجاه العالم ناحية تطبيقات الهاتف وما نجد كيف استثمار هذه الأجهزة الذكية، فكان التركيز بشكل أكبر على اللي هو كيفية إنشاء الطلبة تطبيقات الهاتف اللي هو المحمول، تطبيقات هاتف المحمول. إذا بنحكي شوي عن أهم هاي التطبيقات اللي يعني خرجتوا فيها من خلال هذا المشروع، أنا عارف إن المشروع ما زال مستمر ولكن إلى حتى هذه اللحظة كيف بتشوف التطبيقات اللي ركز على الطلاب والأفكار اللي قدموها؟ خلينا نحكي من خلال تمام خلينا نتحدث، لأنه المشروع لسه في بدايته. كان نعم. الأسبوع اللي يعني إحنا ارتأينا إنه يكون هناك تكثيف فترة الإجازة واستثمارها لدى الطلبة، كيف نعم. نستثمر الإجازة؟ فكان انطلاق المشروع بداية في نهاية في نوفمبر بإحضار جميع أولياء الأمور. هذه كانت سابقة، أنه لابد أن يعرف أولياء الأمور كي يتبنوا أبنائهم أيضا في البيوت، أن يعرفوا ويكونوا يعني يسيروا معنا خطوة بخطوة في هذا المشروع. جميل جدا. ويتبنوا أبنائهم كما نتبنىهم في هذه المراكز. فكان حضور أولياء الأمور معنا في هذا اللقاء اللي في نهاية نوفمبر، وأيضا كانت ورشة عمل متقنة حول أمن المعلومات. فعندما رأت أولياء الأمور هذا الكم من والنوع من المعارف التي ستضاف إلى أبنائهم نعم. ستضاف إلى أبنائهم، كان التبني أكبر وهمة أكبر معنا في إنجاح هذا المشروع. كان في تعاون من الأهل مع بالضبط، كان مساندة ودعم، مساندة ودعم. فكانت هذه الانطلاقة. ثم بعد انتهاء المدرسة استلام الشهادات مباشرة المدرسية، كان أسبوع مكثف في تطبيقات جوجل التعليمية. تعلم الطلبة على يعني لا يمكن أن ننطلق في مهارة عليا قبل أن يتعرف على مهارة أساسية. فكانت نعم. يعني تدريب مكثف 12 ساعة تدريبية، من غدا إن شاء الله سيكون أيضا 12 ساعة تدريبية في الأسبوع الثاني من الإجازة حول مهارات التفكير الإبداعي. من هنا سنغير في آلية تفكير طلبتنا. نعم. اليوم أغلب المشكلات التي نقع فيها هي في كيفية التعامل مع المشكلات النمطية والروتين والتكرار، فهذه المادة التدريبية هي المرحلة الثانية. استوى الأفق للطلاب تماما، سنعلمهم ماهية الإبداع، كيف يأتي بفكرة إبداعية بشيء غير مألوف، سنعلمهم ما هي أدوات الإبداع، سنعلمهم طرق توليد الأفكار الإبداعية، طرق المتنوعة والمختلفة، ما هي معوقات الإبداع وكيف نتغلب عليها. من هنا سننطلق للمرحلة الثالثة. يعني ماذا وضعنا هذه الوجبة التدريبية؟ نعم. وضعناها كي يأتوا لنا بأفكار إبداعية في مجال تطبيقات الهاتف. المرحلة الثالثة هي برنامج الأب إنفينيتور، اللي هو برنامج مختص اللي هو إنشاء تطبيقات الهاتف الذكية. الآن ما هي التطبيقات التي ستنتج؟ طبعا هذه تعتمد على الطلبة لمدار 3 شهور تدريب. ثم سنختتم هذا التدريب بمعرض بإذن الله تعالى في بداية إبريل إن شاء الله للثلاث مديريات. يعني بالحديث عن المعايير اختيار الطلاب في هذا المشروع، تحدث عن مشروع مهم جدا يحتاج يعني الطلاب لديهم ميول تكنولوجية بالأساس. جميل. نحكي عن المعايير اللي اخترتوها لاختيار هؤلاء الطلاب. هي المعايير لعل يعني ذكرتها في سرد الحديث. أولا يعني طلبة المرحلة الأساسية، وهذه طبقة نحن يعني مهتمين فيها بشكل كبير جدا، كيف ننشر هذه الثقافة لدى هؤلاء الطلبة ونبدأ باللي هو تبني هذه الثقافة. هذا الشرط الأول، طلبة المرحلة الأساسية. الشرط الثاني كما تحدثت يعني من لديه ميول أو بعض المهارات التي يمتلكها في مجال الحاسوب، وإلا يعني نحن بحاجة إلى من يمتلك بعض هذه المهارات الأساسية وننمي هذه المهارات لديه. فنختار الطلبة بعناية بمشاركة معلمي التكنولوجيا والحاسوب في المدارس لاختيار أهم أو الطلبة الذين لديهم اللي هي بعض الملكات والمهارات العلمية والتقنية لاستثمارها في هذا المشروع. إذا نحكي طبعا مميزات هذا المشروع عن المشروع في نسخة الأولى، برأيك شو حيميز المشروع في هذه النسخة الثانية؟ كان التميز عدة أمور. أولا أنه كان في العام الماضي في النسخة الأولى فقط لمديريتين، العام الحالي
اشتركت مديرية ثالثة وهي مديرية رفح. فلدينا الآن ثلاث مديريات ونتطلع إن شاء الله لما هو أعلى، هذا أولا. ثانيا تركيزنا بشكل أكبر على تطبيقات الهاتف الذكية اللي الآن بدأت يعني ينتشر صيتها كما نرى في مجتمعنا، وفي كيف نستثمرها في مجال تربوي وعلمي. فهذا يمكن ما يميز آخر. الشيء الثالث أن التدريب كان في النسخة الأولى مركزي، فكان عنا أحيانا السفر رغم أنه يعني كان هناك دعم كبير جدا من مركز نوار بتوفير وسائل النقل والمواصلات للطلبة، لكن الوقت وغيره وأولياء الأمور أحيانا يعني يكونون في اطمئنان أكثر إذا كان ابنهم في منطقتهم أو في قريب من مكان سكنهم. فهذا العام يميزه أنه هناك ثلاث مراكز مركزية لكل مديرية، فتم اللي هو يعني بيسموه اللي هو توزيع ثلاث مراكز في عملية التدريب، فهذه أيضا يعني تميز المشروع لهذا العام. وإن شاء الله ما يميزه أنه يعني نرى ما تطلع يعني يختتم هذا المشروع كيف يكون هناك لدينا الحاضنات للاستمرار مع هؤلاء الطلبة. يعني هون إذا نحكي عن الحاضنات، بالحديث عن الحاضنات، هل هناك تعاون مع أي جهات تكنولوجية، مؤسسات تكنولوجية، أي شركات ممكن بحد أدنى تقدم نصح وإرشاد لهؤلاء الطلاب، توجههم للطريق الصحيح، تتبنى بعض هاي المشاريع؟ يعني في هناك أي تواصل؟ يمكن في مجال التربية والتعليم حاليا بدأ فعلي اللي هو الاتجاه ناحية التعليم التقني والمهني، ولعل يعني هذه التطبيقات هي يعني البداية، يعني بداية لهذا. فنحن نتحدث عن طلبة مرحلة أساسية، نعم. فمن خلال المعرض قد يكون هناك تميز في بعض الحالات النادرة، ومن خلال جولة الشركات والمؤسسات التي سندعوها إن شاء الله لحضور هذا المعرض اللي هو في يوم 5/4 يعني، وأنتم مدعوون من الآن والسادة المتابعين، يعني ننشد أن يكون بيننا بإذن الله تعالى من الطلبة من يمثلنا يعني بتطبيقات متميزة ورائعة، وقد يعني يكون هناك بعض الطلبة المتميزين الذين يعني يستطيعوا تسويق تطبيقاتهم بشكل شخصي أو تتبناهم إحدى الشركات أو المؤسسات. والوزارة يعني وزارة التربية والتعليم لا تغفل هذا النوع من الطلبة وتحتضنهم بحاضنات بشكل مستمر وتتابعهم يعني عن كثب. نحن نتمنى أيضا ليس فقط الشركات أن تتبنى هذه المشاريع، تطلع أيضا أنه تهتم أيضا كل المعارض العالمية بهيك نوع من يعني تطبيقات. نحن نحكي عن تطبيقات اللي يعني طلاب في مرحلة إعدادية بتم تقديمها من قبلهم، يعني هذا يمكن إضافة لهؤلاء الطلاب وبداية لهم في على الطريق اللي نحكي. بدي أتحدث إنه الانطلاقة تكون بمجالين. المجال الأول إنه مركز نوار يعني ذاته يعني سيعلن عن مسابقة لأفضل تطبيق ومدونة، وبالتالي هذه مسابقة أولى سنخرج في خلال يعني الأفضلية، وبالتالي في تبني من المركز نفسه. ثانيا وزارة التربية والتعليم، ولعل يعني الآن بعد يعني انتهاء الانقسام وأصبحت يعني وزارة واحدة، أعلن لنا مركزيا سيكون هناك اللي هو معرض العلوم والتكنولوجيا الدولي. جميل. ومن ضمن اللي هو الطلبة سيحق للطلبة المشاركين أن يقدموا هذه المشاريع ليشاركوا بها، إذا فازت هذه المشاريع على مستوى مديرية مثلا مديرية ثم على مستوى الوزارة قد يمثل هذا المشروع. وأنا أقول أن هناك من الطاقات والبشرية التكنولوجية والتقنية التي نستطيع بالذات نتحدث عن فئة عمرية مرحلة أساسية تستطيع أن ننافس بها يعني كبار الدول المتقدمة حتى منها. نعم، يعني احنا عندنا ثقة ايضا بطلابنا انهم يقدموا اكيد بتطبيقات بهذا الحجم. اذا اردنا الحديث طبعا المناطق الاخرى، احنا نعرف انه مركز نوار التربية موجود في منطقة الجنوب وطلاب الجنوب ايضا يعني بيقدموا هذا، حابين نوصل لهي التطبيقات ايضا لمنطقة الشمال وكل قطاع غزة. في خطة يعني بين المديريات انه يتم تطوير هذا المشروع في نسخة الثالثة ربما انه يوصل لكل مناطق قطاع غزة؟ هو الإجابة على هذا السؤال يعني يمكن الآن يتابعون الإخوة في مركز نوار أو جمعية الثقافة الفكر الحر، هي كما تعلم أنه هي مهتمة في الغالب في بالذات فيما يتعلق بمناطق الجنوب، لكن من خلال دعمهم ومساندتهم أرى أنهم لن يعني يرفضوا هذا الطرح. ورؤيتنا أو خلينا نتحدث على مستوى الوزارة، هناك أندية إبداعية تهتم في هذه المجالات، لكن يعني نتطلع أنه مركز نوار
أن يعني ينقل هذه التجربة للمديريات الأخرى ليكون له بصمته في كافة مديرياتنا، وإن شاء الله لدينا إن شاء الله انطلاقة. طبعا أتمنى لكم كل التوفيق أستاذ مجدي برهوم رئيس قسم التقنيات لمديرية رفح ومدرب المشارك أيضا بهذا المشروع، ويسعد صباحك. بارك الله فيكم، يسعد صباحكم. إذا مشاهدينا الكرام، هذه كانت نهاية فقرتنا الصباحية لليوم. نعود مرة أخرى زميلاتي في رام الله نستكمل باقي فقراتنا الصباحية. يسعد صباحكم من جديد يارا ونورا. يعطيك العافية طبعا ساندرا، كل الشكر لإلك ولضيوفك، ويسعد صباحك. مشاهدينا مستمرين معكم، ولكن بعد فصل قصير ابقوا معنا. مرحبا فيكم من جديد مشاهدينا لمشوارنا الصباحي من فلسطين هذا الصباح، وبمحطتنا الصباحية نتحدث حول موضوع في غاية الأهمية، أكيد يخص أفراد عائلتنا، يخص أطفالنا، حيث أدرجت منظمة الصحة العالمية الأمراض المعترف فيها، قائمة الأمراض المعترف فيها لعام 2018، وهالأمراض كان فيها قائمة جديدة اللي هو بيحمل مرض جديد هو اضطراب ألعاب الفيديو، يعني هذا للمتأثرين جدا بالألعاب الإلكترونية والإدمان عليها، يعني يلي بيسبب أكيد هذا الاضطراب، نتحدث عنه بصباحنا. صحيح، يعني مشاهدينا مرض جديد دخل بيوتنا له أثر سلبي كتير على أفراد أسرتنا، على أطفالنا، وإلا أنه بنفس الوقت يمكن هو ممتع، بيقدم من خلاله الأطفال والشباب في هذا السن طبعا أوقاتهم بتسلوا، إلا أنه صار يندرج على قائمة الأمراض للصحة العالمية لعام 2018. حنتعرف أكثر على هذا المرض، شو هي الألعاب اللي ممكن إحنا فعلا من خلالها نوصل لاضطراب عقلي، مع الدكتورة ثورة نجاس أخصائية نفسية. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك دكتورة ثورة. يسعد صباحكم وصباح جميع المشاهدين، يسعدكم. أهلا وسهلا فيك. هيك إحنا يعني الخطر صار موجود واللي الإدمان على الألعاب الإلكترونية حتى لو كانت مسلية مثل ما حكت زميلتي، إلى أنها حاليا ومن عام 2018 هي من ضمن يعني من ضمن الأمراض اللي صحيح. عام 2018 صحيح. هلأ إحنا بدنا نحكي عن الألعاب الإلكترونية اللي أصبحت من سنوات قريبة كتير موجودة بكل بيت مع كل فرد، ابتداء من الطفل لحتى الأم والأب. الألعاب الإلكترونية إذا بدنا نعرفها هي كل التقنيات، الأشكال، الرسوم المتحركة اللي بتعتمد على الصوت، الإضاءة، الإثارة، بيتم فيها التفاعل بين الفرد والجهاز الموجود معه، سواء كان كمبيوتر، تابلت، أو الهواتف الذكية. هلأ إذا بدنا نحوله كيف تم تشخيصه لاضطراب عقلي، هو إدمان، هو إدمان تم اتخاذه بمعايير مطابقة تماما لاضطراب القمار المرضي. عشان هيك حكوا انه في كتاب التشخيص العالمي اصبح الان ادمان، اللي هي الالعاب الالكترونية. الادمان عليها يعني الاعتماد الكامل عليها، الادمان الكلي على ممارسة هاي الالعاب عبر وسيط بياخد وقت طويل من الفرد، تحديدا الاطفال اذا بدنا نحكي عنهم والمراهقين اللي بياخدوا اطول وقت ممكن، يؤدي لحالة انفصال وعزلة عن الواقع، لانه هو فعليا بيعيش عالم افتراضي، بيتفاعل مع شخص ممكن يكون الجهاز نفسه، ممكن يكون لاعب آخر. يعني احنا بنعرف انه في ألعاب كتير بيكون في لاعب مجهول. هذا التفاعل اللي بياخد وقت طويل من الطفل بينعكس عليه بأعراض.
هلا في اسباب كثير اذا بدنا نحكي انه ليش اصبح ادمان، ليش اصبح اضطراب. في دراسه امريكيه بتحكي انه 70% من المدمنين على الالعاب الالكترونيه يعانون من تلف في خلايا الدماغ. ولما نحكي خلل في خلايا الدماغ، اذا هناك خلل في الوظائف الحيويه والنفسيه اللي عند الانسان، وبالتالي هو اصبح غير مسؤول عن ضبط النفس، غير مسؤول عن بعض السلوكيات اللي ممكن تكون مرافقه لهذا الاضطراب. الاهل او بنبسطوا انه بيشوفوا الابن بيلعب ومبسوط وبتسلى او ملهى شوي، واوقات هم بيعطوه انه خد العب روح تسلى. لكن للاسف البعض ما بيعرف انه احنا اوكي هو بيتسلى بيبعد عننا شوي ساعه ساعتين ثلاث اربع، لكن فعليا احنا بنخسره عن وقت محدود. يعني لما تلهي الطفل لغرض لغرض ما، يعني او حتى لا يتسلى لو كان من ضمن وقت محدد، يمكن ما بيعمل هذا التاثير. بينما لو كانت ثلاث اربع ساعات كل يوم هي بزياده، وكل صحيح. يوم كمان الممارسه عليها. بس يمكن هلا اطفالنا صاروا هم عمالهم بيطلبوا، يعني اذا احنا في مرات بنحط لهم وقت محدد بصيروا هم يطلبوا انه بدهم كمان ساعات كمان انه يلعبوا هاي الالعاب. صحيح. هلا الدراسات اثبتت انه لحد عمر سنتين مثلا، طفل لسنتين لو اخذ 15 دقيقه انه يتسلى يلعب انه اتس اوكي، لكن اكثر من هيك رح يبلش ينعكس عليه، لانه رح يبلش يرفض انه انا بدي انظم له وقته. معك ربع ساعه تلعب، انه بنعرف الاطفال بصير يعيط بده طول الوقت يلعب. او هلا مع مشاغل الحياه اغلب صحيح اغلب الوالدين بيشتغلوا، فهم غايبين وقت طويل عن الطفل، بيرجعوا كمان في مشاغل كتير. فاحنا ما بدنا نعممها، احنا بنحكي عند البعض وعند عدد محدود يعاني من هذا الاضطراب. فوق السنتين انه ساعه ساعتين خلال ال24 ساعه كمان هذا انه لا يضر. لكن لما نحكي لا يضر لا يعني انه يلا بدنا نسمح لاطفالنا يلعبوا لانه مسموح. احنا بنقدر نستبدل. لما حكينا الالعاب الالكترونيه في إلها أنواع كتير، في منها مغامرات، في منها استراتيجية، في منها محاكاة، يعني في ألعاب كتير وسمعنا عنها فيها جرائم قتل، فيها عنف، فيها طخ، وهي الشغلات اللي بتجذب الأطفال. صحيح. فبرضو في دراسة، يعني أنا جبت أغلب الدراسات اللي كانت حديثة كتير أثبتت هاي الأمور، أنه في دراسة في كندا بتحكي 22 ألف لعبة من ضمن 30 ألف لعبة هي فيها عنف، فيها جريمة، فيها قتل، فيها دماء. هلأ هاي بتنعكس على سلوك الطفل، بتنعكس على أفكاره، كمان على نفسيته، بأنه بصير عنده صعوبة تركيز، بصير عنده تشتت، تأخر الدراسي، أنه طول وقته ملهي في هاي الألعاب بينعزل. أوقات في ألعاب بتطلب من الطفل تقمص شخصية معينة. يمكن سمعنا الفترة الأخيرة في إحدى الدول أنه الطفل كان يلعب في الألعاب الإلكترونية أونلاين، فكان بالمقابل معه لاعب آخر مجهول، يعني هاي الألعاب واردة، دائما بفوز عليه. في العالم الآخر تتبع هذا الطفل وعرف وين هو وقتله في إحدى الدول في دول الخليج. فإحنا كمان ما بدنا نترك أطفالنا أنه يلعبوا أنه اوكي بيلعب اونلاين هو بعيد. لا هو مش بعيد، يعني العالم كتير صغير. لو ما اجى حدا من مكان تاني يأذي الطفل، كمان هو نفسه بيأذي حاله. يعني في برضو دراسة اخرى امريكية بتحكي انه اذا الطفل بيقعد اكتر من ساعتين وفترات طويلة متواصلة على الالعاب الالكترونية بتتأثر خلايا الدماغ عنده ووظائفها لمدة تستمر اسبوع. فإحنا إذا الطفل خلال الأيام العادية بقضيها بيلعب، فهو فعليا متأثر طول الوقت. ولما نحكي خلل في الخلايا الدماغ والخلايا العصبية، هي غير متجددة، بمعنى أنه التلف الحاصل فيها مش راح يتصلح. كيف بينعكس هذا؟ بينعكس على السلوك. أغلب الأطفال ممكن يكون عندهم عدوانية، ممكن يكون عندهم زي ما حكينا مشاكل في التركيز، في الانتباه، فرط النشاط. في دراسة أخرى بتحكي أنه السمنة ممكن تكون أحد الاضطرابات المرافقة للإدمان على الألعاب الإلكترونية، لأنه هو طول الوقت بيلعب وبيأكل، فما بيركز على كمية الأكل اللي بالضبط الأكل اللي بياخدها. فهو ليس اضطراب فقط في أنه سلوك قهري ملازم للطفل بياخد من وقته ومن جهده ومن تفكيره، إنما ممكن كمان يكون مرافق له اضطرابات ومشاكل سلوكية أخرى. غير هيك كمان في عنا يمكن التطبيقات اللي نزلت آخر إشي على التليفونات اللي هي نور ما بعرف إذا سمعتي عنها، هي ممكن كمان إنه من خلال لعبك لهي اللعبة تطلب حتى معلوماتك الشخصية وتكون عبارة عن فيروس. صحيح. وهذا اللي حكينا من شوي عن قصة الطفل اللي تتبعه للشخص اللي خسر. صحيح. لأنه الألعاب وأغلب هلا البرامج الذكية والتطبيقات اللي بتتم بتطلب معلومات شخصية من اسم، من جنس، من عمر.